السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه أول حلقة إن شاء الله بتشوفها القناة. يتعلق الأمر بواحد نقولوا صينية أو نقولوا بلاطو، كل واحد على حسب سمية ديال السمك ديال الحوت. غنديروها في الفران، نبداو بالطريقة الأولى، غنديروا في الزيت إن شاء الله باش ما يلصقلناش المكونات اللي غتكون. أول حاجة كنديرو الزيت بعد ما كنا درنا المقادير ديال الحوت. العطية اللي كنديرو فيها درنا فيها الكمون الملح والحار، واحد شوية ديال الثوم. ملي كنوجدو السمك ديالنا اللي هو هذا على الطريقة هذه، العطية كل واحد كيعرف كيفاش كنديرو. كنديرو البصلة، كنبداو البصل ولا البصلة هذه، كنديرو البصلة في هذا البلاطو، كنفرشوها هكا، تكون واحد البصلة تكون مقطعة رقيقة باش تدخلها فيها مزيان وتجي مزيانة. أما إلا كانت البصلة غليظة السمك ديالها كبير مكطيبش مزيان، لأن الحوت كيطيب بواحد الطريقة سريعة. المهم كنخليو البصلة نديرها بهاد الطريقة هادي، خليها، كنديرو البصلة هكا خليها سنة. نفرشو فيها البلاطو كامل هكا، تبعو معنا الفيديو حتى لآخر لقطة. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا مشاركة، ضغطوا على الجرس باش تعاونونا باش نعاودو نشجعو ونزيدو نجيبلكم. مازال حنا يلا في البداية، مازال في البداية إن شاء الله، ونمشيو مع بعضنا. مازال أطباق كبيرة، مازال أطباق إن شاء الله نديروها، أطباق ديال الدجاج، أطباق ديال الطبخ بصفة عامة. كل لحظة غنعطيكم فيديو إن شاء الله. كما كتشوفو الطريقة هي سهلة، مكونات بسيطة، أي واحد ممكن يدير هاد الطبق إن شاء الله. والشباب اللي كاريين، الشباب اللي ما مزوجينش ممكن يديروها، اللي يكونوا خدامين، الناس اللي كيجيو عيانين من الخدمة يوجدوها بسرعة، اللي كيديرها وقت الأول. اللقطة الأولى هي البصلة، كما كتشوفو ساهل واحد البلاطو. كنجيبو ديك الحوت كنديروه فوق ديك البصلة، نحاولو الحوت يكون كامل فوق البصلة، مينزلش على البلاطو باش ميتحرش، لأنه الحوت كيطيب بواحد الطريقة سريعة. كنكملو بهاد الطريقة، نمشيو على الحوش نعمرو عليه هكدا باش ميقيس نفس البلاط باش ميتحرش. ممكن ديرو هكا أو ديرو هكا متوازي، على حساب الواحد شنو كيبغي، على حساب الذوق ديالكم أو على حساب النظرة ديالكم. كتبغيو تشوفو فيها الطبق ديالكم كيفاش كيكون. هاهو سهل، مكيديش الوقت بزاف، مكونات بسيطة، أي واحد يمكن يديرها، كيجي مزيان رائع. نتمنى يعجبكم وجربوه. واحد كيلو أو نص كيلو ديال الحوت يتغسل مزيان، يتصفى ويعاود يتصفى مزيان، لأن الحوت كيبغي يكون نقي ويكون على الأقل الحوت صفي. الطريقة الثانية، كنجيبو هاد الفلفلة اللي كتشوفو معانا، هذا واحد شوي ديال الفلفلة كنكونو على الأقل شويناه أو دخلنا في الفران ونقيناه مزيان، وقطعنا طماطم ولا مطيشة بحال هكا، واحد طريف ديال الحامض عادي. ملي غنجيبو الفلفلة كنديروها بهاد الطريقة هادي هكا، كنمشيو هكا نحاولو ندير واحد الخطوط متوازية باش تعطي واحد المنظر. كنجيبو مطيشة كنمشيو هكا دائرية،
يمكن ندير مطيشه دائريه. نكملو بجوج بهاد الطريقة هكا، طريقة سهلة وحنا سالينا في أقرب وقت. راني عاملو نديرو شوية ديال اللحم، اللحم ديال واحد المعلقة زوين، الصينية ديالنا ولا الطبق ديالنا موجود، هو كنشوفو ساهل. دابا غندخلوه في الفران باش يطيب، ومني طيب ان شاء الله نتلاقاو ونكملو معاكم الفيديو. الطريقة الأخرى ديال الوجبة ها هي، ها هو السمك إلا خرجناه من الفران ولا وقفتهم الضغط ديالو كيطلع شهية طيبة. كنتمناو منكم اللي عجبو الفيديو يكليكي على الجرس باش تساعدونا ونداونا ونزيدو نعاودو، اشتركوا معنا في القناة باش نزيدو نقدمكم وصفات. هذا أول فيديو، الصور مكانش مزيان، الصوت مكانش مزيان، ولكن ابتداء من المرة القادمة إن شاء الله غيكون كلشي مطبوع. فشكرا وشهية طيبة.